بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا الرابع عشر بمجموع الأشواط الذي خصص للإبكار اللقاية المهجنات الأصايل في حضور شعارات أبناء القبائل على أرضية ميدان المرموم. مباشرة أتقدم مع هذه الأسماء، أتقدم مع هذه الشعارات وندع المركز الأول بخيت بن عيلان بن كراز الشموسي، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم ندى من بحثت عن الندى ما بعد انطلاقتي هذه الأسماء. النقلة للمركز الثاني والقادم الشايب حمد بن عوض من زيتون المهيري القادم مع الشايب على المركز الثاني. النقلة للمركز الثالث شعار سمع القادم على ظهر اليمامة يوسف غانم محمد أهلي من يتقدم بأمال الخوانيج على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع والمسك القادم في هذه اللحظات محمد بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي، ولكن شوف وتابع التسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع. هذه الكايدة هلال بن سعيد بن هلال الخاطري يقدم الكايدة. ناخذ المركز السادس والقادم أرام 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 سالم بن طالب بن علي المحرمي للتبية من يقدم أرام. المركز السابع المركز السابع هذه جمايل جمايل القادمه جمايل لناصر بن معيوب بن سعيد الشدي يقدم جمايل. سبع السابع مراكزنا وصول من وديان محمد بن خليف بن خلفان بن خميس الرزي الشامسي يقدم وديان. المركز الثامن مع شواهين سيل بن سالم بن حمد بن الاسود العامري. والمركز التاسع مرضية قادمة مرضية مرضية خليفة بن خميس بن محمد بن صوب لكتبي من يقدم مرضية. ناخذ المركز العاشر المركز العاشر اللي وصلتنا الشاهينية لناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا مع ندانا مع ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة. ولكن أعود إلى ندى، أعود إلى ندى على المركز الأول بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي يتقدم ويقدم من على المركز الأول من البداية وهي قائدة لهذا الشوط. المركز الثاني القادم الشايبة 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 وحمد بن عوض بن زيتون المهيري قادم على المركز الثاني يقدم الشايبة. المركز الثالث مرضية القادمة مرضية خليفة بن خميس بن محمد بن صوم يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع منصور القادمة عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري، ولكن كيف كيف القادمة كيف أول ندى لكيف والكيلومتر محمد بصير بصايغ المزروعي يقدم كيف. أتت من خلف العشر وتقدمت على المركز الثالث مسيرة إلى المركز الثاني. ندى على المركز الأول ندى بن كراز ندى بن كراز كراز السبوسي ندى بن كراز السبوسي. وكيف كيف القادمة محمد بصير بصايغ المزروعي. المعركة ثنائية ما بين ندى وما بين كيف، ما بين شعار بصايغ المزروعي وما بين شعار بن كراز السبوسي. اللحظات الأخيرة وين بسلم وين بسلم مع ندى ولا كيف، ندى ولا كيف. ولكن ندى ندى عادت ندى عادت الى الصدارة بخيت بن عيلان بن كراز السبوسي يتقدم على المركز الاول. يبغي النقطة الثانية له من ميدان المرموم
الى ندى الى ندى الى هالي الفقع والعصاف الابطال، ندى على المركز الاول، ندى على الصداره، وكيف قادمه، كيف قادمه، وكحال قادمه مع محمد بن خميس بن بدر. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، ندى وكيف، ندى وكيف، وكحال، ندى وكيف، ندى وكيف، ولكن ندى، ندى. والنقطه الثانيه، تهانينا والناموس لمخيته بن عيلان بن كراز السموسي على فوز ندى بالمركز الاول. المركز الثاني كيف لمحمد بصغير بصايغ المزروع. المركز الثالث اكحال لمحمد بن خميس بن مصبح بن بدر. المركز الرابع مرضية لخليفة بن خميس بن محمد بصوب الاكتبي. والمركز الخامس العنود مع محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم. نعود إلى ندى والتوقيت الزمني، ساعة وصول ندى من قادت مساري هذا الشوط من البداية وقطعت الأربعة كيلومترات بست دقائق خمس ثواني وخمس أجزاء من الثانية. والنقطة الثانية تسجل لهذا الشعار في صباح هذا اليوم. وسلاماتنا إلى الفقع لبخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي. المركز الثاني ست دقائق خمس ثواني بالوفاء، ست ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك كيف محمد بصغير بالصايغ المزروعي. المركز الثالث ست دقائق ست ثواني وست أجزاء من الثانية، كحال لمحمد بن خميس بن مصبح بن بدر. تهانينا والناموس للجميع.